بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتدربي الوحدة التدريبية الخاصة بالأوكسيستيرين وولدينج. مثل ما تشوفون أمامكم الملزمة الخاصة بلحام الأوكسيستيرين، الغلاف مالتها أمامكم، وبهذه الملزمة أوكسيستيرين وولدينج أندر بينينج نوليدج ريفيجن 1. وننتقل للصفحة الأخرى لغرض تكملة الشرح، الجزء الأول بهذه الوحدة التدريبية. أندر بينينج نوليدج، نو ذا بروسيس أند هيلثي أند سيفتي ريكوايرمنتس أوف أوكسيستيرين وولدينج. يقول تعرف على العمليات ومتطلبات الصحة والسلامة اللي مرتبطة بالأوكسيستيرين وولدينج. وهذا العنوان الرئيسي، وبعدين ينتقل إلى وصف هذه العمليات اللي هو Process Description مثل ما تشوفون أمامكم، وبعدين راح ينتقل للhealthy and safety with oxystrin اللي هو الصحة والسلامة اللي مرتبطة بعمليات لحام الأوكسيستيرين. ووصف عمليات اللحام process description خالها على شكل نقاط، وراح نقوم بشرح هذه النقاط بالتفصيل. ومثل ما تشوفون أمامكم oxystyrene welding uses a flame made up of a combination of oxygen and styrene in equal amount mixed in hand held torch. يقصد بهذه النقطة، يقول لحام الأوكسيستيرين أو لحام شعلة الأوكسيستيرين يستخدم شعلة، هذه الشعلة متكونة من مزيج متساوي أو متعادل من الأكسجين والأستيرين. وين موجود هاي المزيج؟ موجود في المشعل اليدوي اللي هو الهاند هيلد تورش، نعم، في الهاند هيلد تورش. فبالتالي أنا دائما خلال هاي الوحدة التدريبية راح يمر علينا هذا المصطلح، ولازم يحفظ على ظهر القلب اللي هو هاند هيلد تورش، أو بعض الأحيان يذكرونه بالتورش فقط، أو بمصطلحات أخرى راح إن شاء الله نتطرق إليها تباعا. النقطة الثانية بوصف عمليات اللحام، راح نتعرض للنقطة الأخرى اللي هي تقول the flame has temperature of around 3200 degrees سيليزي which are hot enough to melt the parent metal quickly. يقول هاي النقطة يقصد بيها انه هذه الشعلة درجة حرارتها تقريبا او حوالي 3200 درجة مئوية، وهذه الحرارة كافية لأن تصهر المعدن الأساسي. بالأساسي يعني يقصد به المعدن اللي راح نقوم بلحامه، يسمى البيرنت ميتل. وعندما تقومون بترجمته ببرامج الترجمة راح يعبر عن هذه الكلمة الأب، وهذا الترجمة ما يصير مو دقيقة، هو المعدن الأساسي، معدن الأساسي وكويكلي بسرعة. فدرجة حرارة هذه الشعلة
3200 درجة مئوية، وهي كافية لتصهر المعدن الأساس وبسرعة. النقطة الأخرى الثالثة اللي هي the flame produce a reducing atmosphere that prevent the melting weld pool oxidizing. اي نعم، يقصد به انه هاي الشعلة اللي حكينا عليها اللي درجة حرارتها 3000 درجة مئوية، هاي الشعلة تنتج ضغط جوي منخفض، زين، وهذا الضغط الجوي المنخفض بدوره يمنع تأكسد بؤرة منصهر اللحام. احنا يعني خلينا نتكلم شوي على اللحام بشكل عام. من مشاكل اللحام، مشاكل اللحام العظمى قضايا التأكسد، وأصلا يعني بالحقيقة أنه من مشاكل العظمى لعملية الصناعة بشكل عام، لا سيما الصناعة النفطية أو بشكل عام الصناعة بشكل عام، مشاكل التآكل. والتآكل تجي بسبب واحد من مشاكلها التأكسد، التأكسد اللي هو أكسيد الحديد، اللي هو ما يعرف بالتعبير العامي بالزنجار. وهاي المشكلة مشكلة عويصة جدا، يصعب حلها ويحتاج لها كلف كثيرة. قضية التآكل، التآكل والتأكسد. التأكسد ينشط أكثر عند درجات الحرارة العالية، فعالم اللحام يخاف على منطقة بؤرة الانصهار في درجات الحرارة. تعزل هذه المنطقة بآليات مختلفة حسب نوع اللحام. في لحام الاير كولدينج، الفلكس اللي موجود على سلك اللحام بمواد خاصة تكون فجوة هوائية تمنع دخول الهواء الجوي بوقت هذا اللحام، وقت أثناء اللحام. إذا دخل الهواء الجوي أو اللي يحمل الأكسجين راح يسوي تأكسد، وإذا تأكسدت هاي المنطقة بهذا الوقت في درجات الحرارة عالية، فخط اللحام راح يتلف. على مود نحافظ على خط اللحام انه لا يتأكسد بهذا الوقت بلحام الأوكسستيلين. شعلة الأوكسستيلين لها القدرة على انه تخلق جو، ضغط جوي منخفض يمنع دخول الهواء الجوي، وبالتالي يمنع تأكسد بؤرة منصهر اللحام. زين، النقطة الرابعة اللي هي the heat melt the pyrite metal to form a molten weld pool the welder dips the filler rod into. The heat of the pool melts the end of the filler rod. شنو يقصد بها هذه النقطة؟ يقصد بهذه النقطة على أن الحرارة تصهر، تقوم بصهر المعدن الأساس لتتشكل بؤرة منصهر اللحام، وهذه البؤرة يغمس بداخلها سلك الملئ،
وبنفس الوقت هذه بؤرة البول، البول the pool melts، بؤرة المنصهر، هي بدورها شو تقوم؟ تقوم بتسخين نهاية سلك اللحام. فبالتالي هي عملية شلون نقول تكاملية، وحدة تكمل الآخر، إنه نفس الحرارة اللي جاية من شعلة المشعل تصهر المعدن الأساس، وبالتالي تكون لنا شكل لنا بؤرة منصهر اللحام. وبؤرة منصهر اللحام على مود نحافظ عليها مستمرة، يجب أنه يغمس الديبس، the welder dips، اللحام يغمس the filler root into، يجب أنه ينغمس داخل هذه البول. زين، بعدين the heat of the pool، وبؤرة المنصهر راح تسخن نهاية سلك اللحام. زين، النقطة اللي بعدها the welder keeps adding the filler into the weld as the weld progresses along the joint. يقصد بهاي شو اسمه عامل اللحام يجب أن يحافظ على إضافة سلك الملئ اللي هو عبرنا عنه بالفيلر رود، والويلدر يقصد به عامل اللحام keeps adding the filler root filler filler، بعض الأحيان يقول filler فقط ويكتفي، وبعض الأحيان يقول filler root. على مود يحافظ على تقدم سلك الملئ داخل هاي الملحومة على طول منطقة الربط. فايش يتطلب؟ يتطلب انه each dip of the filler form a weld ripple. It must be done regularly to give a net weld. يقول كل غمسة each dip، كل غمسة طبعا اللي من قبل الولدر اللحام لسلك الملئ راح تشكل لي تموج اللحام، ويجب أن تكون شو تكون؟ تكون بشكل منتظم لكي تعطي لحام أنيق. هاي النقطة المقصود بها. والنقطة اللي بعدها يقصد بها the equipment set up requires the correct size of the nozzle relevant to the material thickness and the gas pressure used. يقول يقصد بها المعدات المطلوبة، المعدات المطلوبة أو إعداد هذه المعدات اللي خاصة باللحام، إيش تحتاج؟ تحتاج correct size of nozzle، حجم النوزل أو الحاقن الصحيح. وهذا يتعلق بمن؟ له علاقة بمن؟ له علاقة أو مرتبط ب thickness material أو the material thickness، سمك المعدن المستخدم،
وضغط الغاز المستخدم. فإلى علاقة هنا المعدات اللي واجب توفرها أو إعداد هاي المعدات، يجب أنه ترتبط بإعداد الحجم الصحيح للحاقن، وحجم الصحيح للحاقن مرتبط بشيء أساسي اللي هو سمك المعدن وضغط الغاز المستخدمين. النقطة اللي بعدها great care must be taken when setting up the equipment and each joint leak tested to ensure no gas is escaping. يقول بهاي النقطة يجب أخذ الحيطة والحذر أو الاحتياط والحذر عند إعداد المعدات المطلوبة للحام. المعدات المطلوبة للحام طبعا احنا ما تطرقنا لها، راح نتطرق لها إن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة إن شاء الله، لكن بشكل عام يقول يجب أخذ الاحتياط والحذر. Great care must be taken when setting up the equipment and each joint leak. يجب أخذ الاحتياط والحذر عند إعداد المعدات وفحص التسريبات في كل وصلات الربط، والتأكد من عدم هروب أو عدم وجود تسريبات للغاز. إحنا مثل ما تعرفون أنه المعدات المطلوبة محتاجين قناني غاز، قنينة الأكسجين وقنينة الأستيلين والخراطيم والهاند هيلد تورج. كل هذه المعدات مرتبطة مع بعض بمناطق ربط معينة. هذه بداخلها الغازات، فبالتالي إذا كانت هاي الكونكشن وصلت الربط غير مشدودة بشكل صحيح راح تؤدي إلى ليكس تسريب، وبالتالي راح يشكل لنا خطر أثناء العمل. النقطة الأخيرة when closing done, equipment ilk gases must be vented and the regulators adjusters wound out to reduce pressure on the diaphragm. يقول عند الانتهاء من العمل بالمعدات، عند الانتهاء من العمل بالمعدات كل الغازات المحبوسة يجب أن تخرج، يجب إخراجها زين، وضبط المنظمات لتقليل تمزق الضغط على الأغشية. شو اسمه إن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة راح أشرح لكم الطريق الميكانيزم مال المنظمات وبداخلها الأجزاء الميكانيكية. أكو جزء ميكانيكي داخل منظمات الضغط اسمه الدايفرام، هذا غشاء، هذا عند العمل عند انتهاء من العمل اللحام الأوكسستيلين يجب تحرير الغازات اللي بقت داخل مجاري الغازات على مود لا يصير اكو ضغط على هذا الدايفرام، وبالتالي راح يسبب لي بمشاكل من عندها تمزق هذه الغشاء، وبعدين راح يسبب لي تلف هذا الريجوليتر المنظم. فبالتالي هو ينصحني يقول لي عند انتهاء من العمل بالمعدات كل الغازات must be vented، يجب تسريبها أو تنفيسها أو إخراجها،
و and the regulators adjusted وضبط المنظمات يعني مرة أخرى regulators warned out to reduce لتقليل من تمزق الأغشية بسبب الضغط this mean يقصد هنا النقطة اللي بعدها أو استكمال النقطة نفسها this mean upon start up the gauge should be adjusted يقول هذا يعني تشغيل المقاييس مرة أخرى يجب إعادة ضبطها this mean upon start up the gauge should be adjusted with open valve to PSI for the both oxygen and styrene before welding can be commenced يقول من تريد تفتح الصمامات مرة أخرى وتريد تضبطها يحتاج أنه تضبط 2 PSI لكل من الأكسجين والإستيلين قبل البدء بعمليات اللحام خلصنا النقاط اللي خاصة بالبروسيس ديسكريبشن راح ننتقل للعنوان الآخر بالجزء الأول بهذا الجزء اللي هو الهيلثي اند سيفتي with oxystyrene welding اللي هي يقصد به الصحة والسلامة اللي مرتبط أو مع لحام الأوكسيستيلين مع لحام الأوكسيستيلين هنا يقول there are hazard oxidated with oxystyrene welding يقول هنالك أخطار مرتبطة بلحام الأوكسيستيلين بعدين ينتقل إلى نقطتين مهمات يقول A hazard is defined as having the potential to cause a harm يقصد به يقول هنا راح نعرف مصطلحين يجب التمييز بينهما هنا عندي hazard وعندي risk the hazard وthe risk الhazard يقصد به الخطر أما الrisk يقصد به المخاطرة يقول يعرف الhazard يعرف خطر على أنه له القدرة is defined as having the potential to cause harm له القدرة بأن يتسبب بضرر محتمل أما the risk is defined as the likelihood of the harm actually happening يقول المخاطرة تعرف على أنها تحتمل حدوث ضرر حقيقي فبالتالي على مد يعني نعرف بالدقة ما هو الفرق بين الهازارد والريسك الهازارد هو خطر يعني في بعض الأحيان أو في كل الأحيان في حياتنا العامة أكو أخطار محدقة بينا هاي الأخطار باقية ومحيدة ومقيدة في حالة بعض الأحيان تنتقل هذه الأخطار إلى مخاطرة إذا ريسك متى ما قمنا بالعمل داخل هذا الخطر ورشة اللحام على سبيل المثال بحد ذاتها دخولك داخل هذه ورشة اللحام
كل ما يحيط بداخل ورشة اللحام يشكل هازارد، لكن مجرد قيامك بأعمال اللحام راح أنت راح تقدم على المخاطرة، على الريسك. ليش؟ لأنه راح تتحول النسبة المئوية من نسبة واطئة إلى نسبة عالية لحدوث هذا الخطر. راح إن شاء الله أحاول أدز لكم فيديوهات تشرح لكم هذا الأمر بالتفصيل أكثر وبالدقة أكثر، وإن شاء الله راح ألحق يعني برابط داخل الكلاس روم يشرح لكم هذا الأمر. ننتقل إلى الموضوع اللي بعده. يقول لي take a moment on the ride done how the hazard in each balloon can be causes a harm and how you can reduce the risk to yourself and other well-list welding. يقول اخذ وقتك واكتب اسفل انه هنا اذا تلاحظون تشوفون هنا ايه يقول هنا اكو بالونات، هاي البالونات هذين مرتبطات بالهازارد. زين هاي يقول خذ وقتك اقراهن واتمعن بهن وشوف شنو كيف انه هذه الاخطار اللي المحدقة بعمليات اللحام كيف تسبب الضرر. زين وكيف نقلل من هذا الخطر عليك وعلى الآخرين عند القيام بأعمال اللحام. راح نتطرق لبالون بالون بشكل سريع، وإن شاء الله نحاول أنه أثناء المحاضرات الجاية راح نرجع لكل بالون بالتفصيل بما يتناسب ويا كل محاضرة. بس راح أتطرق لكم بهاي المحاضرة، راح أتطرق لكم إلى الخطر المهم، وهي كلها الأخطار هذا المهمة بأعمال اللحام الأوكسيستيلين موفين كاز سلندر. عندنا مرتبط بأعمال اللحام، وعندنا أخطار أخرى راح أذكر أقرأ يعني عناوينها وأشرحها لاحقا إن شاء الله. عندنا الهوت ميتل أند سبليتر اللي هو يقصد بالمعادن الساخنة والمتطايرة، وعندنا البالون اللي بالأسفل يقصد بالفاير أند إكسبلوجين الحرائق والانفجارات اللي تحدث أثناء عمليات اللحام الأوكسيستيلين، والفوم الغازات والأبخرة الناتجة من عمليات اللحام، والبيرن الحروق لا سمح الله اللي تنتج أثناء اللي تصير أو تحدث العفو بسبب أعمال لحام الأوكسيستين، والفلاش باكس وهو رجوع الوميض أو رجوع الهازارد اللي مرتبطة بلحام الأوكسيستين. قلنا هاي البالونات وقرينا واحدة واحدة، وإن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة راح نتطرق الوحدة من عندهم الوحدة وحدة من عندهم بالتفصيل. لكن هاي بهاي المحاضرة راح ننتقل إلى الموفينج غاز سلينتر اللي هو يقصد بتحريك الأسطوانات الخاصة بعمليات اللحام الأوكسيستيلين، وراح أنتقل أنا وياكم بشكل يعني مباشر بما يتناسب ويا المحاضرة. راح أنا أنتقل إلى هذه النقطة اللي هي تتناسب والمحاضرة. هنا هذا عنوان هذا الموضوع Moving Cylinder اللي هو تحريك الأسطوانات يقصد به، وهو هذا نفسه راح بثنا ما أشرح لكم هذه النقاط راح أبين لكم مدى الخطر اللي محدق أثناء عمليات اللحام عند تحريك الأسطوانات. مبوبها هو على شكل نقاط
moving cylinders. يقول always uses an approved type of cylinder trolley to move cylinder. يقول دائما استخدم العربات اللي مصادق عليها لتحريك الأسطوانات. يعني نحكي بشكل آخر، إنه الأسطوانات الغاز ما من الممكن إنه أنا أحركها بدون عربة خاصة بها ترولي. هذه العربات مو كل عربة صالحة لنقل الأسطوانات، لا، أكو عربات خاصة لنقل الأسطوانات، وهذه العربة الخاصة هم كذلك يجب أن تكون مصادق عليها من قبل الجهات المعنية، وتشوف مدى صلاحيتها للعمل وعدم تعرضها لأي نوع من أنواع المشاكل، فبالتالي يجب عليها سيرتيفيكيت أو أنها يعني مطابقة لمعايير اللحام. النقطة اللي بعدها طبعا شنو ارتباطها بالهازارد اللي سابقين حكينا عليه؟ في حالة استخدام عربات غير مصادق عليها لربما غير مهيئة لنقل الأسطوانة، فبالتالي تسقط الأسطوانات وتسبب لنا انفجارها أو حوادث أخرى. هاي واحدة من المشاكل، ومشاكل أخرى لربما تصير. النقطة اللي بعدها never move cylinders with their regulator attached. أنا بأثناء عمليات اللحام أنا رابط الريجليتر المنظمات على الأسطوانات الغاز، فيقول لي حذرني، يقول لي never move، لا تقوم بنقل الأسطوانات أو بتحريك الأسطوانات وهي مربوط عليها المنظمات. نقطة راس سطر، لا تحركها زين وهي مربوط عليها المنظمات. رب سائل يسأل يقول شلون أستاذ، يعني أحتاج بعض الأحيان كذا. هاي إلها حلولها إن شاء الله، تباعا راح نعطيكم لما نتعرف على أكثر وأكثر عمليات لحام الأوكسستيلين. لكن هذه النقطة يجب أنه نتقيد بها، never move cylinder with the regulator attached. النقطة الثالثة الخاصة بـ moving cylinders beware of damage to pressure regulator. يقول كن على حذر من عطل منظمات الضغط. منظمات الضغط لما تعطل لناس المتدربين الجدد ما يقدرون، ما عندهم القدرة على انه يتعرف على انه هذا المنظم عطلان بدامج او ما بدامج، بضرر او انه صالح للعمل، فبالتالي هو يأكد لي على هاي النقطة، يقول لي كن على حذر beware of damage the pressure regulator منظمات الضغط، انه تكون ما متضررة. النقطة اللي بعدها يقول if necessary to move by hand should only be over short distance. يقول إذا كان من الضروري تحريك الأسطوانة، إذا كان من الضروري تحريك الأسطوانة يجب أن لا يكون أكثر من مسافة قصيرة، يعني مو مسافة طويلة. هذا إجابة على السؤال اللي النقطة اللي قبلها أو مرتبطة بالنقطة اللي تخص أنه لا تنقل الأسطوانة وهي مربوط عليها المنظمات. هاي النقطة تقول إذا كان من الضروري تحريك الأسطوانات فيجب أن تكون مسافة قصيرة جدا،
باي هاند طبعا، العفو باي هاند. أما بالترولي ممكن إنه تنقلها من مكان إلى آخر بالعربة، لكن بعض الأحيان إنه أنت تخرجها من خارج العربة وتشتغل بدون العربة، فبالتالي إذا ردت إنه تحركها من مكان إلى آخر لا تحركها مسافات طويلة بالهاند بالأيدي، حركها مسافات قصيرة. هاي الملاحظة جدا يجب أنه مهمة، يجب أنه تتقيد بها. النقطة اللي بعدها: Always ensure your pathway is clear before starting the move starting to move cylinder. يقول تأكد دائما من نظافة مسارك قبل البدء بنقل الأسطوانة. أنت من تريد تنقل الأسطوانة على بالنقطة اللي قبلها قال باي هاند أو بالترولي، تريد تنقل الأسطوانة باي هاند أو باي ترولي بالعربة، تريد تنتقل من مكان إلى آخر، يجب أنه تتأكد من الباث واي مسارك، يجب أن يكون شبي كلير نظيف قبل البدء بنقل الأسطوانة. النقطة الأخيرة اللي هو يقول never move cylinder over cable و ATC إلى آخره، يقول لا تنقل أو تحرك الأسطوانة فوق الأسلاك. دير بالك لا تنقل الأسطوانة فوق الأسلاك لأنه راح يسبب لنا مخاطر ما ندخل هسه بهاي المخاطر إن شاء الله. قلت لكم راح أحاول أنه كل هاي النقاط أعززها بروابط فيديوهات تشرح لي وأكثر فأكثر بالمشاهد لهذه النقاط. بهذا الأمر ننتهي، نحاول أنه ننهي الجزء الأول للورشة العفو للوحدة التدريبية الخاصة بلحام الأوكسي ستيلين وولدينج. شكرا جزيلا على استماعكم، وإن شاء الله نلتقي بالأجزاء الأخرى. مع السلامة.